استراتيجيات الأعداء في قضية تشويه القدوات. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى أنهم تارة يستعطفون الناس بقولهم مثلا وقال فرعون ذروني أقتل موسى. طيب أصلا هم اثنين وهذه دولتك أصلا ما يحتاج أحد يعطيك تفويض، لكن يطلب تفويض حتى يقتلهم. طيب ما هذا الذل الذي عند فرعون حتى مثلا يأخذ الأذن من أو التفويض من شعبه؟ يعني دعوة إعلام الحين لازم نقولهم سوى مشكلة. قال إني أخاف. أيوة يا الحمل الوديع يا أنت اللطيف، تخاف من إيش؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم، أيوة، أو أن يظهر في الأرض الفساد. إرهابي هذا، وأنت يلي مظهر في الأرض الصلاح، أنت مذبح أبنائهم وما سوى شيء يعني. طيب ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، تراني والله ما أدلكم إلا على طريق الخير. هو خايف على ملكه ومنصبه، لكن ما يذكر هذا الكلام أبدا، يذكر المساوئ اللي بطال الناس. مثلا إن هذاني لساحراني، أيوة، يريداني، ترى عندهم خطط الإرهابيين الاثنين ذولي، يريداني إيش؟ أن يخري جاكم من أرضكم، ترى أرضكم هي أرضي، أنا خايف عليكم أنتم. ما قال من أرضي مع الشعب، أنا عشانكم والله مع الشعب، من أرضكم ويذهب بطريقتي اللي بحكمكم فيها. لا، طريقتكم المثلى، أنتم عايشين حرية ورقص وشراب ما عاد فيه، ترى الإرهابيين ذولا وجو والله ما عط